أنا الدكتور محمد نجم، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي جامعة القاهرة وجامعة نيو جيزة. أحب أتكلم مع حضراتكم النهاردة على موضوع الصفرة أو فيروس A. للأسف إن موضوع الصفرة ده موضوع فيه لخبطة كتير عند العامة، مع إنه موضوع سهل جدا وحاجة منتشرة جدا جدا، فالمفروض يكون عندنا معرفة بيها ووعي كافي. الحقيقة إن مرض الصفرة ده مرض منتشر، بيجي يعني أغلب الوقت في الشباب الصغير، تمام، وهو بينتقل عن طريق الأكل. في طبعا ناس كتير جدا بتتصور إن هو ممكن يكون منقول عن طريق الدم أو أدوات زي الأدوات الجراحية أو نقل الدم أو كده، وده مش صحيح خالص. ده حاجة بتتنقل عن طريق الأكل من شخص مصاب لشخص تاني مصاب، تمام. لذلك إن الأكل يكون مستوي كويس، إن الأكل مصدره يكون معروف، الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل الإيدين وهكذا، ده هو اللي بيحمي الشخص من التعرض لفيروس A أو الصفرة، تمام. النقطة الثانية إن الصفرة ده عرض موجود في أمراض كتيرة، فمش معنى إن الشخص أصيب بالصفرة إن إحنا نتخض نتصور إن هو عنده فيروس C أو إن هو عنده فيروس B أو فشل كبدي لا قدر الله، لا خالص. هي فيروس A هو أعراضه إن الشخص بيكون عنده إصفرار في العين، لون البول غامق، وهو عشان كده بنقول عليه الصفرة. والميزة في المرض ده إن هو حاجة سيلف ليميتنج، أو إن هو حاجة هي لوحدها بتروح، هو مش محتاج علاج معين إلا في حالات نادرة أو لا قدر الله لو حصل مضاعفات، لكن في العادي هو بياخد من أسبوعين لأربع أسابيع والأمور كلها بتستقر. للأسف إن في بعض الممارسات الخاطئة اللي هو لازم ناكل سكريات كتير أو إن إحنا نعمل كذا أو كذا، خالص إحنا كل اللي إحنا محتاجينه ببساطة إن المريض يرتاح في البيت الفترة دي، يتابع تحاليله اللي هي إنزيمات الكبد اللي هي وظائف الكبد وهكذا لحد ما الأمور تستقر، بيبدأ يتابع نشاطه عادي جدا مفيش مشاكل. ولكن طبعا يفضل المتابعة دي أو لازم الحقيقة تكون مع استشاري جهاز هضمي وكبد، هو يكون تحت إشرافه علشان نبقى عارفين معدل نزول الإنزيمات وإن الأمور ماشية كلها في نطاقها الصحيح وإن مفيش سبب تاني لموضوع الصفر. في ميزة تانية مهمة جدا في موضوع الصفرة ده، إن دلوقتي بقاله تطعيم من جرعتين، وهو تطعيم أمان ومنتشر، موجود في أماكن كتيرة، موجود في المصل واللقاح، ده أهم مكان هو موجود فيه، بيحمينا جدا خاصة للشخص اللي مضطر يأكل خارج المنزل كتير، الشخص اللي بيسافر كتير وهكذا. لذلك أنا بنصح الناس إن هي لو كل واحد يقدر يطعم ياريت يطعم، لأن تطعيم فيروس A مش موجود في جدول التطعيم الإجباري خالص، ولكن يقدر يطعم طبعا ده يكون افضل، وان احنا طبعا نحافظ على النظافه الشخصيه زي ما اتفقنا ومصدر الاكل اللي احنا بناكل منه، ولما نلاقي حد عنده الصفره او عنده فيروس A ما نقلقش خالص، ننصحه بالراحه ياكل الاكل الصحي العادي، نبعد طبعا عن الدهون والكلام ده كله، مفيش داعي للسكريات الزايده عن اللزوم، ويتابع مع استشاري الكبد، وان شاء الله الامور تبقى كويسه خالص على طول. شكرا.